بفضل الله اليوم انطلقت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني هنا في القاهرة برعاية مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الرعاية الكريمة لهذا الحوار التي بدأت هذا اليوم، أقول أنه كان هناك حوارات معمقة بين الفصائل جميعها، ونحن متفائلون جدا بأن هذه الحوارات التي ستستمر أيضا خلال يوم غد وقد نستغرق أيام أخرى، هذه تجري في أجواء إيجابية، ونأمل أن تصل بإذن الله إلى تحقيق الهدف المنشود وهو توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات الفلسطينية تطبيقا للمرسوم الذي صدر عن الرئيس محمود عباس والذي يحدد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في غضون 6 أشهر. تبدأ الانتخابات التشريعية في شهر 5، ثم الرئاسية، ثم في نهاية أغسطس الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. نأمل أن تتكامل هذه العملية بشكل جيد. الحوارات كما قلت تجري على قدم وساق، هناك حوار معمق، هناك مصارحة، هناك أيضا اتفاق على الآليات المهمة لتحقيق نزاهة هذه الانتخابات وتحقيق حرية إجراء هذه الانتخابات. نستطيع أن نقول أنه ما أنجز اليوم هو خطوة مهمة نحتاج استكمالها إن شاء الله. نحن متفائلون بدعم شعبنا الفلسطيني برعاية أشقائنا وإخواننا في مصر أن نصل إن شاء الله إلى إنهاء الانقسام وتوحيد صفنا في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني. اليوم بدأ اللقاء بحضور أمناء عامين فصائل عمل وطني الفلسطيني هنا في القاهرة. هذا الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أبدى كل دعم لإنجاح هذا الحوار، وخاصة أنه إحنا يعني عندما حضرنا إلى هنا إلى مصر كنا واثقين على أن مصر التي تدعم ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل تحديات ومخاطر كبيرة على صعيد المشروع الوطني الفلسطيني وأهمية الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني والمضي بترتيب الوضع الداخلي في إطار شراكة كاملة. معروف تماما أنه هناك ترتيبات تجري الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل المضي بإنجاح الانتخابات، سواء الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في 22 من شهر مايو أيار القادم، وأيضا الانتخابات الرئاسية في 31 تموز، والانتخابات استكمال المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 آب القادم. لذلك الدعم الذي يجري اليوم من قبل مصر هو إنجاح هذه المحطات وإنجاح الانتخابات من أجل أن تكون هناك شراكة على الأرض، ومن أجل المضي بترتيب وضع الداخل الفلسطيني بما يجسد الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في ظل منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، والذي اتفقنا اليوم على أن هناك برنامج وطني جامع للمنظمة وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني وثيقة الأسرة التي تشكل أيضا أرضية جامعة لكل فصائل عمل وطني. اليوم مرة أخرى نشكر مصر العزيزة علينا دائما اللي تحتضن هذه اللقاءات والتي تبدي أيضا أهمية استثنائية في عملية إنجاحها. كل الشكر للرئيس السيسي وللحكومة المصرية وللشعب المصري ولكل المسؤولين المصريين في إطار ذلك.